انا احبابنا نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله وعشر مباركه على الجميع. في الفيديو غادي نتكلموا على واحد جوج ديال النقاط او جوج ديال المواضيع يعني بعجاله ما طروش عليكم بزاف. المهم الموضوع الاول هو المساله اللي سمعت دابا مؤخرا انه تتكلموا على انه الناس ديال الجاليه المغربيه اللي كاينين بالخارج اللي بغاو يعودوا دابا المغرب ان شاء الله من قدام من وراء رمضان الصيف مثلا اللي بغاو يعودوا المغرب ضروري انك تكون دير يعني اللقاح تكون ملقح. المسألة ملي سمعتها يعني مسألة شوكاتني شي شوية شوكيت يعني بالنسبة للمسألة هذه لأنه كما تنشوفوا حتى هنا مثلا هنا في إيطاليا مثلا هما خدامين على اللقاح كما تعرفوا على حسب السن ديال الإنسان على حسب الناس اللي كانوا كذلك أمراض مثلا عندهم شي هشاشة صحية مثلا تتم اللقاح ديالهم بلا ما نهضروا على الناس اللي في الصفوف الأولى كالصحة وكالناس ديال الأمن اللي واقفين صارين على هذه المسائل هذه هذو هما الأولين بطبيعة الحال غادي يتلقحوا هنا في إيطاليا وفي العالم كامل ربما راه نفس الاجراءات اللي عاطيها منظمه الصحه العالميه في هذا المجال هذا وفي هذه المساله هذه ديال اللقاح. اللي كاين هو انه ما فرضيش ايطاليا مثلا ما فرضيش على الناس دابا ديال اللي غادي يجيو يدخلوا مثلا ايطاليا دابا انهم يكونوا ملقحين فقط يعني يديروا ذاك البي سي ار او الطامبون اللي تسميوه هنايا انه يدار وما تكونش في ايطاليا مثلا 48 ساعه او الا كان ديجا هما ملقحين مثلا تكون عندهم وراقه ديال الكارطاتشو تبين على انهم مثلا تلقحوا يعني او مثلا ديجا كانوا مرض بهذا المرض هذا وتشافوا منه مهم تكونوا اوراق تثبت المسائل هذه واللي ما عندهاش ورقه بطبيعه الحال يدير هذاك البي سي ار اللي هو معروف اللي كان حتى مشوا به عباد الله كذلك المغرب يعني ما كاين حتى شي مشاكل وبطبيعه الحال تكون كذلك حتى الكورانتين من جهه هنا تقريبا كاين واحد الكورانتين ديال 14 يوم مثلا على حسب الحالات ومسائل عاديه يعني ما كاينش شي اجباريه ديال الناس انهم غادي يدخلوا دابا ايطاليا المواطنين الايطاليين انهم يدخلوا ايطاليا خصهم ضروري يديروا الباتشينو هادشي اللي سمعت دابا انا دابا مؤخرا يعني شوكاني كما قلت لكم يعني هذا القرار هذا اللي كان بصح اللي سمعت يعني ما عندوش شي مبررات دامغه يعني ضروري الانسان خصو يدير هذا اللقاح هذا باش يدخل البلاد ديالو كما تنعرفوا راه هنا تتعطى اللقاح مثلا على سبيل المثال في ايطاليا خلي فرنسا خلي الدول الاخرى كلها كيفاش يعني واخد الامور ديال هادشي ديال اللقاح الانسان دابا بغى يهود المغرب ديالو باقي ما وصلتوش هو انه ياخذ هذا اللقاح لانه على حسب السن ديال الانسان تدير الطلب ديالك وتعيطوا عليك باش دير هذا اللقاح يعني الا ما وصلتوش باقي ما وصلتوش انه ما عرفتش امتى غادي توصلوا من هنا شهرين ولا ثلاث شهور واش غيبقى محروم كل هذه المده هذه وكان خصو ضروري مثلا خصو يهود المغرب مثلا باش يقضي واحد الغرض ديالو واش غيبقى يتسنى هذه المده كامله باش يدير اللقاح هذا باش يهود يعني كاينين كذلك الناس المرضى اللي ما غاديش يدير اللقاح كاينين الناس الحوامل كاينين الناس العيالات المرضعات كذلك يعني واش ضروري خصو هما يديروا اللقاح ما خصهمش يديروا اللقاح هاد الناس هادو باش يهودوا مثلا المغرب يعني الا كان هذا الخبر هذا صحيح يعني مساله راه غريبه ما غاديش نطول عليكم بزاف. والمساله الثانيه اللي غادي نهضر فيها كذلك وما نطولش عليكم بزاف هي المساله ديال القرار او الخطه الجديده اللي تاخذها الاتحاد الاوروبي في حق الناس اللي يعني ما عندهم حتى شي تيتول هنا على التراب الاوروبي ما عندهم لا اوراق لا المساكن يعني تيفكروا بانه تكون واحد ترحيل يعني تطوعي من هاد الناس هذا ماشي بعيد انا تنظر انه يكون بالشكل اللي كان شحال هذيك هذاك في ايطاليا اللي بغا يمشي تعطوك واحد مبلغ مالي مثلا باش تمشي به البلاد ديالك تحاول انك دير مثلا شي مشروع ولا دير شي حاجه على سبيل المثال. المهم ما غاديش نطول عليكم بزاف عندو يعني اش كان قال الوزير ديال الصحه المغربي في هذه المساله هذه ديال اللقاح والاجباريه ديال اللقاح ما كان عنده واحد اللقاء مع الجريده ديال 24 نخليكم مع الفيديو هذا. المغرب هل ستجبر الحكومه مواطنيها على التلقيح ضد فيروس كورونا كما تشوفوا معايا هنا واش المغرب غادي يجبر يعني المغاربه انهم يتلقحوا وياخذوا اللقاح لانه في بالفعل كانت يعني بزاف الموضوع ديال فيروس كورونا كان بزاف ديال الكلام المتضاربه حول الاجباريه ديال واش غيكون يعني اجباري ماشي اجباري وكانت كذلك اشاعه بزاف على النظريه والمؤامره فعلى حساب هادشي ديال المهم هادشي اللي كاين في المواقع ديال التواصل الاجتماعي انه كلشي تيكون تيقول بانه يعني كاينه مؤامره في هاد المساله ديال اللقاح. مهم اللي كاين هو انه يعني مؤشره في العالم كامل هاد المسائل هادي يعني ماشي في المغرب في العالم كامل كاين يعني شفنا بزاف ديال الاطباء كذلك اللي خرجوا بفيديوهات يقولوا بانه راه كاينه مؤامره في هاد اللقاح هذا. المهم هادشي اللي كاين وكان جات به بزاف الاخبار. المهم اللي تيهمنا كما قلت لكم يعني داكشي اللي كان قال الوزير ديال الصحه خالد أي الطالب اللي كان تكلم يعني على المساله هذه وفي واحد المقابله كان يجراها مع فرانس 24 كما تشوفوا معايا هنا يا خوتي
انه ليس هادشي اللي قال الوزير، انه ليس هناك اي دوله يكون فيها تلقيح اجباري، هادشي اللي قال هو. هو لقاح بالتطوع، يعني ما كاين حتى شي اجباريه على حسب الكلمه ده. لكن هناك هنايا في كلا المساله اللي تتاخذ واحد تقريبا واحد الملأ يعني ديال الاجباريه ديال هذا اللقاح او الانخراط. مهم لكن اللي قال هذا الشيء اللي قال هو الوزير. لكن هناك جائحه ومن الواجب الانخراط في الحمله لتحقيق التمنيع الجماعي، يعني باش تكون الناس كلهم محميين من هذا الفيروس هذا، يعني خاص كل شيء ينخرط. من الواجب انه يكون الانخراط الجماعي في هذه المساله هذه، وذلك لا يكون الا بتلقيح ما يزيد عن 60% من الساكنه. وهذا الشيء ما يكونش يعني التمنيع الجماعي، يعني الناس كلهم يكونوا محفوظين يعني من هذا الوباء هذا. مع المساله ما غتكونش الا اذا كانت يعني واحد التلقيح جماعي كبير، وتكون واحد التلقيح يعني كما تتشوفوا معايا هنايا انه يزيد بتلقيح ما يزيد على 60% من الساكنين، يعني على الاقل تكون يعني اكثر من 60% ديال الساكنه ديال المغرب تلقحات اللقاح هذا، يعني باش نقدروا نكونوا نقولوا راح نقدروا نوصلوا ذاك التمنيع الجماعي كما هو مكتوب هنا اخوتي. وهذا هو القول ديال الوزير الصحه المغربي خالد ايد الطالب. وهنايا ولكن قال لك انه وبالاستناد الى تصريح وزير الصحه، يفهم هادشي الناس اللي فهموا يعني من التصريح ديالو في المقابله اللي كانت عنده مع فرانس 24، يفهم ان الحكومه المغربيه لا تنوي فرض تلقيح المواطنين، لكنها تحذر في الوقت نفسه مما لذلك من انعكاسات في حال عدم الانخراط الكثيف في العمليه، لانه يقول الوزير بالخروج من الوباء في اسرع وقت نكون قد ربحنا الرهان نظرا لما تسبب فيه من اثار صحيه واقتصاديه وخيمه على البلاد. يعني هنا هذا الشيء اللي كاين اخوتي، انا ما تيبانش لي هنايا يعني الاجباريه على المواطنين ديال المغاربه كما شفتوا معايا في هذه القصصات هذو. كما شفتوا معايا اخوتي هذه هي التصريحات ديال الوزير ديال الصحه المغربي خالد سعيد الطالب لفرانس 24، يعني ما كاينش واحد الاجباريه ديال التلقيح، ولكن خاص يكون واحد من الواجب ان الساكنه يعني ديال المغاربه كاملين اللي كاينين يعني انهم ينخرطوا في هذه المساله هذه ديال التلقيح وديال اللقاح، يعني باش يكون باش نوصلوا ذاك التمنيع الجماعي باش تكون الساكنه كامله ديال المغرب ان شاء الله محميه من هذا الفيروس. يعني ما كاينش مساله ديال الاجباريه، شي حاجه بزز ما كاينش. اللي نرجعوا للموضوع ديالنا اللي تهمنا حنا كجاليه هنايا، اللي هو هادشي اللي سمعت انا لغايه الساعه بعدا ما كايناش شي حاجه رسميه تكلمات على هاد المساله هادي ديال انه اللي بغى يمشي دابا للمغرب من هاد الناس هادو المهاجرين اللي كاينين دابا ان شاء الله من الصيف، نقولوا مثلا ان الناس بغاو يمشيو ولا عام ورا رمضان ان شاء الله بغى بلاد يمشي للمغرب، ضروري انك خصك تكون ملقح يعني ضد هاد الفيروس هذا باش تدخل المغرب. هادي مساله ما كايناش حاجه رسميه ما كايناش، ولا كانت هاد المساله هادي راه مساله خطيره بزاف بزاف. حنا تنشوفوا ان دابا مثلا في ايطاليا هما يعني غاديين يعني تياخذوا الناس اللقاح، الساكنه كامله غادي بشويه بشويه تياخذوا في اللقاح، باقي ما وصلوش ديك 60% ولا ديك 80%، ولكن راه الناس غاديين خدامين. يعني حتى الناس المواطنين ديالهم اللي تيجيو دابا غادي يجيو يدخلوا دابا الايطاليان شفت دابا مؤخرا تيقولوا لهم يعني على الاقل يديروا غير ذاك البي سي ار مثلا والطامبوني مثلا كما تعرفوا انه يديروه مثلا، او يجيبوا اوراق مثلا تثبت على انه فاش غيكونوا داخلين مثلا ايطاليا، هذو الايطاليين غيدخلوا ايطاليا، وحتى الاجانب كذلك غادي يجيو يدخلوا ايطاليا يجيبوا مثلا هذا البي سي ار كما قلت لكم، او يكونوا مثلا ملقحين، او يكون مثلا ديجا كانوا عندهم اوراق مثلا كانوا تشافوا مثلا كانوا تصابوا بهذا المرض هذا وتشافوا منه، ويكون دايرين طامبوني يعني دايرين ذاك اللقاح اللي ما تجاوزش المدة ديالو 48 ساعة كما تعرفوا، وممكن انهم يدخلوا ايطاليا. يعني المسألة تجيني غريبة بزاف هذه المسألة هذه، انه تكون بالفعل المسألة انهم يفرضوا علينا كجالية اننا ضروري خصنا نديروا اللقاح. كاينين الناس اللي مراض عندهم حساسية ما يمكنش يديروا هذا اللقاح، كاينين الحوامل، كاينين المرضعات هما كلشي هاد الناس هما كذلك خصهم يديروا اللقاح باش يدخلوا. كاين كذلك واحد الترتيب ديال على حسب السن ديال عباد الله هنايا مثلا في ايطاليا، وحتى في المغرب كذلك كاين هذه المساله هذه كذلك ديال المساله ديال السن. يعني كاين اللي مازال ما توصلوش النوبه مثلا عنده 30 عام ومرة الله بعدين دابا غادي يبداو في الشهر الجاي يبداو في الناس تتراوح العمر ديالهم ما بين 55 سنه حتى 59 سنه، ومن بعد 17 في ماي يعني مع جو غادي يشوفوا مع الناس اللي من العمر ديالهم مثلا من 50 سنه وتحت كذلك حتى 40 كذلك تقريبا.
كيبان. مهم يعني على حسب السن، واش الانسان غادي يبقى يتسنى ان مثلا انت توصلوا يعني الدور ديالو باش انه ياخذ اللقاح عنده 20 عام ولا عنده 30 عام مثلا ولا 35 عام، يبقى يتسنى حتى يوصلوا الدور ديالو وياخذ اللقاح غادي باش يهود المغرب، ولا كانت عنده هذيك غير هذيك المده اللي كاينه مثلا اللي بغى يهود فيها، الا عنده فيها مثلا يعني عطله ما يمكنش انه يبقى يتسنى باش ياخذ اللقاح عاد باش يهود المغرب. شفنا شي خروج رسمي للوزارة المالية بهاد المسائل هادي، لا وزارة الصحة ولا وزارة الخارجية أو شيء من هذا القبيل، اللي غادي يخرجوا لنا باش تصريح يفهمونا هاد المسائل هادي اللي سمعنا مؤخرا. كنت سمعت هاد المسائل هادي، مهم غادي نتسناو ما غاديش نسبقوا الأحداث، وغادي نتسناو أنه نشوفوا اش كاين في هاد المسائل هادي، ولكن هادشي راه تخلع بزاف، وتنتمناو أنه يعني الوزارات المعنية أنها تخرج لنا بشي تصريح في هاد المسائل هادي، نعرفوا حنا كجالية شنو هو الموقع ديالنا في هاد المسائل هادي كلها. وغادي ننتقلوا معكم دابا الآن نشوفوا يعني الرهان الجديد اللي واخده الاتحاد الأوروبي فيما يخص المسألة ديال الأجل المدلي ميغراتي اللي كاينين على التراب ديال الاتحاد الأوروبي، والخطة الجديدة اللي تتراهن عليها في الفيديو هذا اللي تشوفوه معايا دابا. كما تشوفوا معايا اخوتي ميغرانتي اورا لونيوني اوروبيا سكوميتي سون نوفو بيانو، الاجانب الان الاتحاد الاوروبي يعني يراهن على خطة جديدة او على مخطط جديد اللي تخص يعني الترحيل، كما تشوفوا معايا في بريكسل هذه المسألة دي، يعني اللي تخص يعني الترحيل يعني التطوعي، يعني ماشي بالقوة ولكن تطوعي، ولكن احنا ما تعنيش هذه المسألة دي يعني المسائل كما كاتبين هنايا، ولكن الانسان خصو يحضر راسو اخوتي. الاجانب اللي كاين هنا ما عندهمش اوراق حضروا راسكم، لانه فعلا انا يعني شفت سيرتو من الاحداث الاخيرة اللي وقعت مثلا في فرنسا، المقتل ديال ديك الشرطية، يعني كاين قوانين جديدة غادي تكون فيما يخص الاجانب، الناس كذلك الترحيل ديال الناس يعني اللي ترفض لهم يعني داك لازيلو بوليتيكو، ترفض لهم يعني اللجوء بجميع انواع ديالو، ترفض لهم خوتي راكم معرضين يعني للترحيل، حضروا راسكم. ولو انه نشوفوا هنا كما تيقولوا هنايا يعني الترحيل تطوعي، يعني الناس اللي ما عندهم حتى شي تيتولو، يعني ما عندهم لا اوراق لا والو، اللي هما اللي تعنيهم بهذه المسائل هذه، يعني انهم يعني يكون واحد الترحيل تطوعي ماشي بعيد، كما قلت لكم كيف ما كان شحال هذه واحد الوقيته كذلك هنا في ايطاليا، اللي بغى يمشي مثلا تعطيه واحد جوج مليون ولا شي حاجه بحال التشكيل هذا، وما ياخذها يعني حتى يوصل البلاد ديالو عادي ياخذ دوك الفلوس. وطبيعه الحال الانسان جوج مليون اش غادي دير لي كاع على يهود مثلا البلد ديالو، مثلا حنا كمغاربه مثلا الناس المغربيين هو كاع بغى يهود مثلا تطوعات، غادي دير لي كاع مليون ولا جوج مليون، يعني ما عندها ما دير ليه انه يبدا شي حياه ديالو تما، يبدا شي مشروع او شي حاجه من هذا القبيل هذا. المهم الجميع متفق وكاين تصويت بالاغلبيه لهذه المساله هذه كما شفت انا هنايا في هذا الفيديو هذا. حتى ايطاليا كذلك، وحتى ماريو دراغي خرج ماشي مره ماشي جوج، يعني تكلم في هذه المسائل هذه ديال ليميغراسيوني، وكما تلاحظوا انتم يعني كاين توافق ما بينه وما بين الوزير الداخليه السابق اللي هو ماتيو سالفيني كما تعرفوا، يعني كاين واحد شويه التوافق بيناتهم في هذه المسائل هذه، يعني ماشي بعيد هذا القانون غادي يخرج يعني في الاشهر القليله القادمه، لانه كاين واحد النيه كبيره ديال الاتحاد الاوروبي من اجل الترحيل ديال الناس يعني اللي ما عندهم اوراق لا والو، وحتى كذلك الناس اللي ترفض لهم مثلا اللجوء. المهم اخوتي هذا ما كان في هذا الفيديو هذا، ما تحرمونش من الاشتراك ديالكم والدعم ديالكم للقناه، ونتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.